إقحام الغواصة ديمتري دونسكوي، أكبر غواصة روسية في مهام عسكرية في البحر الأسود، ما الذي يعنيه هذا الأمر أستاذ رامي؟ في الواقع هناك هذه الغواصة هي غواصة قديمة، فيتم الآن استبدالها بأخرى تحمل الاسم ذاته، ولكن التطور الأكبر على مستوى الغواصات هو تسلم القوات الروسية غواصة بيلغرود القادرة على حمل توربيد أو صاروخ بسيدون الذي يمكن الوصول تحت المياه إلى سواحل الدول الأعداء أو استهداف سواحل هذه الدول. مثل مين؟ بريطانيا واشنطن. مثل هو لم يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، ولكن بطبيعة الحال يجري الحديث عن الدول غير الصديقة. طيب ما الذي يعنيه هذا التصعيد أستاذ رامي؟ ما الذي يعنيه هذا التصعيد؟ وكل شوي بيحكوا لنا عن يوم القيامة، صاروخ يوم القيامة وغواصة يوم القيامة، وإذا قصف الأوكرانيون شبه جزيرة القرم ستكون قيامتهم وستكون نهايتهم. يعني هذه اللغة غريبة عجيبة من الروس. يعني بداية مثلا أغلب مثل هذه التصريحات تصدر إما من نائب رئيس مجلس الأمن الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف الذي أصبح حاليا وجها جديدا للشعبوية بعد رحيل زعيم حزب الليبرال الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، أو من رئيس الشيشاني رمضان قادر الذي مثلا تحدث اليوم عن ضرورة نزع سلاح بولندا مثلا. فهذه التصريحات أعتقد هي تندرج ضمن خطاب الشعبوي أكثر منها تهديدات فعلية.